أنا في قناعتي أنه خسر معارك متعددة، خسر معركة الديمقراطية، أصبحت عبارة عن غطاء شكلي رمزي للحكم الدكتاتوري، خسر حكم عبد الناصر كان دكتاتوري؟ دكتاتوري مطلق، أنا في يقيني مطلق، دكتاتوري مطلق وحكم فردي. ولذلك تكتشف أن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة لم يبقى منهم على المسرح سوى اثنين، قيل أنهما في ذلك الزمان ما كانوا يشبعوا، اثنين، حسين الشافعي وأنور السادات ورفع الموال. أنا في قناعتي حقوق المواطن وكرامة المواطن انتهكت في عهد عبد الناصر. في عهد عبد الناصر المواطن المصري، أنت تقصد تحديدا موضوع الإخوان المسلمين في عهد عبد الناصر؟ مش بس الإخوان، لا، الإخوان مروا وظلم وقع عليهم بال54 وما بعد ذلك. لا، أنا لا أتحدث عنهم وحدهم، أنا أتحدث عن كل القوى الموجودة على الساحة، أبعدت عن السياسة وأصبحت السياسة قيادة فردية للقائد ومن حوله مباشرة، وبدأت عملية أجهزة الاستخبارات تتدخل في كل أمر، مش بس في مصر وفي كل دولة عربية أخرى، أصبحت وسيلة الاتصال ليس عبر السفارات وإن عبر مؤسسة المخابرات. كان في مؤسسة مخابرات مصرية لعبد الناصر تعمل في الأردن؟ كل سفارة كانت في أي بلد عربي كان في جزء منها تابع للمخابرات، وهو مبدأ ترى موجود في كل سفارات بالعالم. لكن هدف هذا الجزء كان دائما التدخل في شؤون البلد اللي هم موجودين فيه. هو عادة مندوب المخابرات في أي سفارة لأي دولة في العالم هو نقل معلومات حقيقية وواقعية عما يجرى في داخل تلك البلد، مجرد نقل معلومة إلى بلاده، باستثناء الأمريكان بعنفوانهم وقوتهم كانت هذه الأجهزة منهم تتدخل في شؤون الدول. أنا أعتقد أنه نفس التجربة قام بها، أن أجهزة المخابرات في السفارات المصرية في الدول العربية في ذلك العهد كانت تتدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة مش بس للأردن وحدها.